بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بردوام لشرح كرني باشكو كيا فرمي باب في ذم الخوارج وكيف تكون معاملتهم ومعاملة اللصوص وقطاع الطريق. فرمي بابك بوم دار شويل باري سي بابتو بابتي يكميان خوارج كين بابتي دوميان چون معاملان لقال كري بابتي سيميان چون اج معاملا كري لقال چتو رغرو دزو او بابتانا. طبعا يما سيدانجور معاملا من هي لقال مخالف كام سيدانجور هر سيكي مخالفه كمان لناو اسلاما ما وتو. طبعا يا كميان جنكرنا لقال كفار اما جياد وفرضه دوميان جنكرنا لقال بابلين خوارج اما شبه همان شوا دفع ضرر وفرضه سيميان جنكانا لقال بغات كما ياتي الله الى سلام فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قردو طائفه ليمان داران شريان بو صلح كان لنيواني أنا دعائي كامان صلح كي قبولنا كربا بي قرآن والسنة أو بغاتة أو خوارجني أو بغاتة جنجي لقلبك هتاوكو تسليمي فرماني الله بي كواتيسا كفار مان هي خوارج مان هي بغات مان هي انجا قطاعي طريق مان هي مسي أمجور قطاعي طريق جوانا كبز بو مالي دنيا لسر ريقي خلق داني شنو ليانا دانو مالو سرو تسامانيان زوتكن ياخد انكو جنو ياخد كتو جني انا بن بكني زكا او ساهب ولا سر رقا كانو كاراني انا كر زور جار حاج كان ناتشاربون كزور جار نشن بو حاج بهوي زوري او اناو كاتي سيما شوار جور كس هي بشك ما مالايان لقالكين يا كم كفار او جهاد دوم خوارج او دفع ضرر سيم بغاتا او دفع بغية شوار مش قطاعو او بابتانية لصوصة أماش بابلين باراستني سارو مالي مسلمان أنا أم شوار قتالة هر شواري يعني هر شواري هيتش كان ببي أمري أمير ناكري إلا بي بوهريا كان أمير هبي وأميرة سر برشتي بكا وبيكا وأبي أميرش برياري أو باك أوانا كافر نوبي جهاد يعني أوانا خوارج نوبي جهاد يعني أوانا باغين وبقتاليان كين وأوانا بابلين قطاع لصوصا أبي قتاليان كين شنقا قربيت وخليفة أمانة دياري نكا ونشي بوي خلق خوي دياري كا وقتها همو كسيتواني خلق تاوان باركا بكفر وبلي طاو مرتد ديتو خيانة حلالة ولا قردني با يترجاري وياو كسا مرتد ديجني أم خوي رقي ليتي حكمة قيبة زراس بيني أسفيني ويكوشين يا أتواني بخروج تاوان باركا بل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي بيان كوشن لار شوينا بيان قيشت يا لانا ببغات تومد باريكا بيكوش او اخترق شخصية كاني خوية تواني لو ريقايا بشرعين ويقلاي بكاتو بويلا شرعة ام بابتا بهيت شيوية نادرية تدس احادي خلقي وبيان نية بنزيكي بكون والكو بي خليفة هستي بوكار. طبعا خوارج باس ما انكردون لرابر دوات تعريف ما انكردون هاتنا بردامان كهمو أوانن كدر أتن لسر خليفة كي إيماندار كهمو مرجع شرعية كانت يا همو أوانن كبتشك در أتن لسر خليفة كي إيماندار كهمو مرجع شرعية كانت يا هر دا مرجع كما أسمانك هر دا مرجع وخوارج بغاتيش وكوت من آياتك دياري كردو أوانن كالدواي عدل دزدريجية كان وقطاع لصوص جوا ديارك داني شن لسر الرقاي خلقات زيك. فقال الخلال واخبرني حرب الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة وجوه. فرمي إمام حرب كرماني فرمي إمام أحمد أبا عبد الله لا بس إمام أحمد فرمي خوارج قومك زور خراب كسانك زور خراب براسي لإيمان دارنا قرينو بلام لكافرة قرينو أنجا فرموي
لسر زويا قوم يجنابي نملوان خرابتر. طبعا ما نصف المدير رسول الله لسر كافر من شر الخلق والخليقة. شر الخلق والخليقة بيسترين بونا وركان وبيسترين روشتيش يعني. وفرمي فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرق يزوني أمان نشان وعلامات أصول كانيان لدروب ومنهاته هردشي صحيحة يعني دفر مدلباري ناو نشان خوارجه لدباري قيزوني وخرابيان وهاتوا وبله نقدر فرمودة بلكو سيوبيانش فرمودة هاتوا لسر خوارج. باشا أنا فرمي قال الخلال وأخبرني حرب الكرماني قال قلت لي أحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال لا. قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا. قال فإن أكرهوه فكره ذلك كله؟ قلت فيشتري منهم؟ قال لا يشتري ولا يبيع. أفرمي إمام حرب كرماني بإمام أحمد مد أجر بيابك غلامك هبه كويلي كيه بيو بيفروشي بيفروشي بخوارج فرمينا خير شكو كويلي كان خوارج ودو بكاريان جي مسلمان وتم اي خواردن وجلوبر يام بيه بفروشي جا اما بو خوارج دروزن بيه اما بو كفاري محارب دروز بيهن وحد دروزني باشا كفاري مسالمة واني امي لقلابكي كرينو فروشتنا اسعية لقل نبرای سوره زانیه و کریم فروش نکه ایکی لگالی دعای بکاری نه نه تو بولی دانی خود بس خوارج یقینت هی دعای بولی دانی خود بکاری نه و کفاری محاری وش بامان شو خوارج لخوارج پیسترن یقینت هی بود جهتی خود بکاری نه فرمین اخیر خواردن و جلو برگی شیمپیان فروشه تو می اگر بزور پیان کرد فرمی امام احمد اوشی هر پیان آخوش بو این لاکراهی شا خوی لاکراها تو آنی لاکراها تو آنی بلام أفرمي يعني بينا خوش بوكو بلي با خوي نخات حالتك وان بتواني كراهي كان أتواني ليان بكره أفرمي فرمي إن ليان أكره إن ليان أفروش أما الشيوازي كي معاملة كردنا لقال يان طبعا الشيوازي كي ترماني معاملة كردنا لقال خوارجة أويك ابن عباس كردي شوب ولان مناظري كردنا بعلم رسول الله إمام علي رضا رحمتي الله إليه بكاتي كنادي فرمي مجادلين بك بسنة بقرآن نيكي لأن القرآن ذو الوجوه قرآن توان بتشان شوية تأويلي كان بلام كبس سنة قرآن كد ليك داية وبياني تنا توان تأويلي كان زماني أنا بسري بويا هو مناظر هنك بوشوي فرمي قال الخلال أخبرني حرب ابن إسماعيل أنه قال لي أبي عبد الله فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة وإن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام. فرمي إمام حرب وتنبا إمام أحمد ولاتي إيما زوزو خوارج ريتيكا ينا أبي وخلكيج لوانا زوزو ديننا إيما يعني بشيويقناك بزانين لصعصا وانا خوارج بس تيكالي عوام ابنو ما ملايان لقلاكين آية دروسة فرمي أسان كاريك اللوان فرمي لو حالتها بلا بس لو حالتها كسورة زاني محاربة خوارجة خوي بقوتك أبو ليداني تولو حالتها أنا بشان فرمي قال خلال أخبرني حرب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلى محمد خرجا أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب قال فقلت أبيعه منهم قال أما إنه ليس بسلاح ثم قال لي بعد لا تبعه منهم. أفرمي لفتني ابن الأشعث ياخذ ابن مهلبة كما دجي حاكم كان بني أميب و لسر خليفة درشون كعبد الملك كوري مروان بو لقال مرواني كوري حاكم أفرمي خرجي كان بيدام بابتك كالايك بو يعني يان بكيان بمحمد ببسني محمد كوري سيرينا وتم آية بيفروشن بجماعة ابن الأشعث أفرمي فرمي خوة شكنية تاخو يعني بيبهيسك
بلام هل بيان مفروش هل بيان مفروش باشا. أنا فرمي حدثني عبد الكريم ابن رشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل يسرون الخيل فيحملونها إليهم فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سب سباهم يا سباهم. أفرمي عبد الكريم كري الرشيد فرمي كاتك أزارقة دروز بن خوارجي أزارقة بس جماعتي نافعي كري أزرق خوارجي أزارق لا منطقي فارس لا أهواز. أفرمي أهلي أهواز بو أوي ورقيان لبني أمية بو أتشون بنهيني أسبوشتيان بو أبردن بيدا عويسي وشد ويخوان سازدن بو جنك أليريا أم أهلي أهوازا كبنهيني بيدا عويسي جنجيان دابين كردو بوخ أزارقة كان حكمي شيان هبو. فرمي عبد الكريم كوري الرشيد فرمي حكمي أوان يعني أوان يجوكو أوان خيان يعني حلالة بيقر وابك كواتاها وكاري كردني خوارج. احنا في كوري قيس فرمي نقع عبد الكريم كوري الرشيد إيجارتو كأحمد كوري قيس فرمي احنا في كوري قيس فرمي أو أوانيش هاو شيوي خوارج كان حقي لنا وبردني يعني. قال الخلال وأخبرني حلب الكرماني قال سألت أبا عبد الله قلت إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد وهم من أهل التوحيد يصلون يصلون ولكنهم يقطعون الطريق فما ترى في الرباط في هذا الموضع فاستحسنه وقال ما أحسن هذا. فرمي إمام حربي كرماني وتنبى أبو عبد الله يعني أحمد كوري حنبل رضا رحمة الله إليه كومالك قلاه للاي ايما لنسيك ايما لبرزايا كان كومالك لمسلمان يرابط فيها المسلمون العدو بران بربا دجمنا كانيان وستاون يعني دجمناني دين كافران او كومالا مسلمان اشكينا الاكراد كردا كان ولا اهل توحيدا نيجي جاكن بلام اوانديان هي بوهن ديجار بو بي سي خوان هندي كيان دينا سرقا كان دزوشين لكاروان وشد بو بيدا يستيكان إخوان وكو بردن أيبان آية إيمان لو جيقا آية بمينينا ونيارين أوانو كاربكا نفرمي مامي أحمد بيباش أبو الشيوان. قلت إنهم من أهل القبلة قال وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين وتبعون أهل القبلة المسلمان إيما تشون بجنكين لقال فرمي أيوانيا إيوا برقري لمسلمان أنا كان بأهل القبلة يعني يسدو مسلمان من هي إيه كان بغي كات سر بيتري عند الزرجة كات سر تو أبي موقفة شيء بين أبي حقك كسرخي أو بحق كسرخي أورونا. قال حرب سألت أحمد مرة أخرى قلت موضع الرباط يقال له باب نيذ في المفازة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو هم الأكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين إلا أنه قال ما لم يكن قتال. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. طبعا ما رونترا لا أويتر أم أثر يعني ما ينرونترا. أفرمي برسيارم لإمامي أحمد كرجاري كدر وتم لمنطقة بابونيذ كوملك برزعي هي ككوملك مطوعي لي يعني خو بخش ككردن ككردن وأمانا مسلمانا سنوري مسلمانانا باريزن آية أم كردانا بويان هيا بروري أو كسانا ببنا وكالبيايا تشتي أكن أقر أو كسانا مسلمانيش بن أهلي قبلاج من أفرم بي باجم بلاموتي اگر كردكان دسيان لسر سوكنان كجن باشتر افرميوتم جاري واهي اوانا كون سر قافليك كردكان يجي اكسر بربرش يعني انا وكون دجيان فوقع عليهم الاكراد. فرمي اگر هاتو بيسيان ماليان برن باشا ياخد خيان يعني برجن ارادوهم واموالهم يعني خياني خوان يا مالكان برن او اختاتو ان قتالي شانك
كاتب بابتك ابو شويه حرب برسياري ليك آية ام مسلمان كردانا كلويا جهاد كانوا لا سانغران لا دجي كافران بوين هي بين الدس لك ومالي تشتو ريغر كمسلمانيشن خلق روتين نو لو نو بالي بوين هي او شيوازي ما مالك لنا قال الزوجر ده كقشت اوي بيه اخوينا يا ما على زلل بيب جاني انا موسى اتواني قتال بكي او اختب بوكوجي اما دفع صعيلي بيودر بوكوجي شهيدي بيكوجي تشلسني وكو حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم كهاتو. قال الخلال أخبرني حرب الكرماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما أرى لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما أدري. فالبرسيال من الإمام أحمد كروت ما قال لسفرك أبو مبيعي لبران برم أبو لبركسانك هاتنا سري بو مالك يهواري كربو منو فرمي فريام كو آيا بروم يارمتي بميانا وتي والله نازام تشيب كم تشيب يا بلن اگر مالی خوتی تیابوای او توانی بلم ابرم یارمتی و بس مالی خوتی تیانی هر مالی او نازم بلم چی پیچه او مالش لا اصلا هی اوان بی ام برد بیتی اوان لی سنو یعنی او فتوایت یا نادری به تأکید بلا واقع که انجا توانی فتوایت یا امام احمد لا توقفا رحمتی الله علیه. قال الخلال اخبرني الحرب الكرماني قال أخبرني حرب الكرماني قال قيل لي أحمد بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يوجب فيه فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن اللصوصي دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم ويناشدهم قال قد دخلوا على حرمته من يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل قال فيضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء قال له السلطان لا يلزمه فيه شيء قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء قال إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون مالي ودون نفسي ودون حرمتي قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه قلت له فإن أخذ مالا وذهب اتبعه قال إذا أخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فهو أنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران ابن حسين في اللصي يعني لم يرى بأسا على قاتله قد ذكره. وقال ابن عمر قد دخل لص فخرج يد يعدو بالسيف صلطة. فرمي حرب كرماني بو يرام وفرمي برسيار كرا الإمام أحمد لباري كسيك وشيتنا ومالك وشكي بيه ايوه زيبك امانيش اي كجن حكمي شيئا فرمي جوابي ندايا توقفي كذا أفرمي جاري كبرسياري يعني ليه كردو وتيان أي باكي عبد الله كو مالي دز أشنانا ومالي كو أم كابرايا آيا هاوار كاو أشكرايا كاو بالله دزاتو تسرف ريام كون يا خوي بيان كجي يقاتلهم أو يناشدهم كام يانك فرمي هاتونا تناو حرمتكين أو مالكي باشا ما يناشدهم يقاتلهم بيزناك هاوار كاتو أنا دز بكاتو بجنگ يلا قال يعني يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل دوري ان خاتول اخوي ببي وي مبستي وببي ان كوجي وتم بشمشير لي عند فرمي جرينغ اوي دوري خاتول اخوي دفاع لاخوي بك بشمشير بي ابا غير شمشير بي بلان مبستي كشتني النبي فرمي وتم اجر لي بدا وبيكوجي او اختتي فرمي تي لا سنيه شو دفاع لاخوي كردو وتم الى باري سلطان وفرمي سلطان يجي تينا خاتسر ده صلاه بيني فرمي اگر خلق بيزاني كاولا مالكي خويا ها كشتيتي فرمي هر هيچ نسانيه چونكا اولا بر مالو سلوت سامانه كي دفاع لحرمتي خويا كشتيتي بلام اگر كابرا كا ام بيزاني وش مشكلي لي در هنا رايكرد بالي قرد وينك وتم اگر مالو سلوت سامانه كي بي ابو كراي كري بلق الخوي ام كابرا فرمي تو انا دوي بك شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي من قتل دون مالي فهو شهيد هركسه لسرسر وتسامان يخوي بكجر شهيد
فرمي او كاتا اميش بودو اي كوتو وطلبي مالكي كواتا اگر بشكو جده شهيدا برام اگر بوي هل دايتو فريدايو دوائما كواتا وازي لبين لي مدى لي غري بابرو اگر بوي ورن هل ندايتو او وقتا توليد دا ببيو مبستي كشتنيد بيه او توستو تا مالكت بيالتو ولا خوتي دور خيتو اگر بجمره هيتش لسرنيا چونك تو رد بيدراوا لسر مالكت بضن بيتو بجنجي وفي حديثة كي عمراني كوري حسين كواي فرمو حديثة كي ويسروا من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. وهاتو انجا فرمي عبد الله كوري عمر رضا رحمة الله إليه بدزة شيئة سري خلق أي بينك هاتو تدرو تذكر عواني وشمشي لك شي در كردوا لك يلانك سلطة يعني در كردوا لك يلانك. قال الخلال أخبرني حرب الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري قال قال أبو داود كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان رضي الله عنه سكت يعني لم يترحم عليه. وترك حسن الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين. فأخبرنا أبو بكر المروذي قال أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه، وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخره، وقد كان افتتن الناس بسكوته وورعه. وكان أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى، وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قذرا، قلت كيف احتملوه فسكت. فرمي إمامي حرب عباسي عن بريب ويجرى ومتولى إمامي أبو داود وفرميتي حسني كري صالح لم أخيري تماني وإليها تبوك باسي إمامي عثمان كأنه يود رحمتي الله إليه رضي الله عنه بو شنك عقيدي خوارجي ورقل تبو شنك خوارج وان بو عثمان ناكر رضا ورحمتي الله إليه. أفرمي ووردو وردو التركي جمع وجماعتي شكرت نأتشو بونيوش بو شنك او خلقي بكافر زاني كترحمي لسر امام عثمانك كوكو خوي عقيده خوارجي نبو. فرمي امام مروذي فرمي باس كرابو امام احمد فرمي اوا بي حلال اش مشير هل جديد جي خليفه مسلمانا. وفرمي رازي نبو لمذهبي حسني كوري صالح كهوتاي سفياني ثوري بو يفرم سفياني ثوري لا ايام خوشه بيسترو حديث لو ورقين وازلا او اهيني لبروي جمعي وازلي هنا او توشي فتنه بو بحسابي خوي ورعك بلان بو سكوتي لسر امام عثمان زلالي كردو. وفرمي جارك الله امام احمد اديسان حسني كوري صالح باسكرا فرمي ناوي كسيكي هنا فرمي او كسلكو فدر شو حسني كوري صالح يجل قال يام لقال سريي ابي السرايك اكيبو لخوالج انجا فرمي قرايا وكامانا دزرجيان كردو سر مالو حالي خالق امرا قذران بس يوه. فرمتي أن أيتوا شون تماشاك فرمي بها ضنق بولا سري طعو كوتي لخوارج يعني حديث لسفيان ورقل ولا يورمك. فرمي باب في فضل السنة واتباعها أما بابك فرمي دام رشتو لباري فضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوين كوتني وتطبيق كردني طبعا لرابر دوشان باب ما انها تبردم. فرمي عن يحيى ابن أبي كثير قال السنة قاضية على الكتاب وليست الكتاب بقاض على السنة. أم قسي يحيى كوري كثير رحمة الله اللي بقور التابعي قسي إيكي زور جوانا كافرمي سنة قاضية لسر قرآن بلام قرآن قاضية لسر سنة ما بس يبقى قاضي شيئا لبيا يعني السنة تفسر القرآن وليست القرآن تفسر السنة يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن ما نبو تفسيرك بلام قرآن حديث تفسيرناك كواتا إلا قرآن في استيبا حديثة إلا قرآن في استيبا حديثة أم بستقيدي أم الردب وقرآني وخوارج عقلاني كانوا أمان. قال مكحول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. إمامي مكحولي شهمان قصي كردوتو كأفر من قرآن زياتر بيسي بسنة ذا سنة بيسي بقرآن كالسنة بنسبة قرآن وشان جورة شان جورة كجورية كميان جورية كميان حديث مطابقي بقرآن وبجراسي قرآن كاتو
ونمنا قرآن لا يقيم الصلاة وآت الزكاة سنة جهات والي إقامة صلاة إيتاء الزكاة دمانا لإسلام أركان الإسلام أما بج راسي كاتو جوري دوامي جوري دوامي سنة يفسر ما أجمل من القرآن أو إكبا بختيها تولى قرآن أم تفصيل كيمان فعلا سبون من أقيم الصلاة والزكاة تفصيلك إلى سنتات كشان فرضك هر فرضي شان ركعتا شيتي آخر يعني حركاتك أنت جوام إلى سنتات والزكاة لشي أدري كي أدري شان يلي أدري شان جور مال هي أما هم إلى سنتات تفصيلك قرآن يعني بيوم بستكيوه بلا قرآن لا بيسي بس سنة وجقل وش جوري سيمي سنة بريتيا لويكا كومال أحكامي هي ناوى لقرآن نهاتو لقرآن نهاتو وكو حراميتي قوشتي جودريج وكو حلاليتي معصيو كلا كمردار بوش بن وكو حلاليتي جقرو صبل كأمان الأخوان وكو هند بابتي تركهاتو لحرام ولا حلال كسنة دياري كنو بويا بلا قرآن بورون كردنو بيسي بسنة بلام سنة بورون كردنو بيسي بقرآن أن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة ويعلمه إياهما كما يعلمه القرآن حسان كري عطية وقول التابعي أويش أفرمي جبريل عليه السلام قرآن قرآن هنا بو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقل قرآن سنة شي هروك قرآن هنا بو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعليك بوعاتك جفر وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله سبحانه وتعالى دوشت داب وزان وتسأل قرآن والسنة بويا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوخوي فرمي أوتيت القرآن ومثله معه تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة فرمي قرآن بيدرا وهاوشي وكيلا قاليا وفرمي قدس يجبو دوانو بقرن قد قمرانا عن علاء ابن مسيب عن أبيه يعني لا سعيد كري مسيب وقال إنا نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولا نضل ما تمسكنا بالآثار ملا ابن مسعود شوهات وكافر ما إيما اتباعك يعني ابتداعناك يعني إيما دينك ما انطواب ومزبوطيها ميبيا ما انقشتوا أو عندما لسر اتباع بكين وشوين بكين وجاب جايكين بومان نية ابتداعي تيابكين داهنا امكين خمان شد دابيني وبدو عبر وإما نقتدي إمام من هي بإمام نين لصحابه لتابعي ولتابعي تابعي كان شوين وانا أكوين ولا نبتدي خمان رئيس كدانا هنينو ببين إمام بوخلك باشا وفرمي أو نمان لسر دس بقرين بآثاري رسول الله صحابه كان وقدس شبيو بقرين قبرانا بي عن ابن مسعود قال إنه قال أنه قال قصد في سنة قصد القصد يا آوى يا قصد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ابن مسعود فرمي لسر سنة بيو كردار كم بي لو باشتر لسر بدعة بيو كردار وخوم عندو كردن الزور بي يعني سنة رسول الله بيروكي هرچان كرداري شكم بي وباشتر بود لويكا بيدعب كيتو كردار زور بي شو نعجي زور كي روجي سنة زور بي هذا مبتدعي سوديني بول رد باشان فرمي عن عاصم الأحول قال كان أبو العالية يقول لنا تعلموا الإسلام فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة فإن سنة نبيكم صراط المستقيم وإياكم أن تحرفوا الصراط يمينا وشمالا وإياكم وهذه الأهواء المؤذية التي تلقي بين الناس العداوة عاصمي أحوال فرمي أبو العالية تلبي ابن عباس رضا رحمة الله إليه وتلبي إمام علي أي فرمو بأيما يعني بأيما أهل السنة فيري إسلام ببن أو من بستي كام إسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فيري إسلام ببن وأتى تسليمي الله ببن بالتوحيد أو بتنهاو برستن وحرام حلال يجبز لو أول قرن وبرجبن لكفر وشرك وأهلك فيري أوبن كفيري أوبن فيري قرآن بن كفيري قرآن يجبن يعني فيري بيتكاني وحرام وحلال وتطبيق كردني أنجا فيري سنة رسول الله بن شنك براسي أو ريقا راستكي الله
ونكن لو رجع راسته لا ابدا نبلاي راسته انا بلاي شبا يعني نبتون رويا انا بشل رويا اوكو خوي ونكن شوين هوا ارزوي خلقي بكو چونك زيان تان بيجي يعني مؤذيه زرر تان بيجي يعني ولا نيوان تانا دجاتي قين دروسك طبعا نبقى خلق دو هوا ارزوكو تفرق دروسك بلانتا وكل سر سنه دروسنا به عن إبراهيم ابن الأدهم قال سألت ابن شبرمة عن شيء فأشرع الجواب قال وكانت عندي مسألة شديدة فقلت له انظر فيها تأني قال إن وجدت الأثر ووضح الطريق لما أحبسك إن وجدت الأثر ووضح الطريق لما أحبسك فرمى إبراهيم كوري أدهم برسياركم لإبن شيبرا ما كرت كاو قول التابعي فرمى دا سيكر بجواب دانا وم يكسر فرمى من يج مسألة كزور قرز بولا لا متم لوانين تواني هوا بخير أي جواب مباته بس بوجي أو بخير أي جواب مباته وتم توزي هي من با بخير أي جواب ميرو ورد تربة لو بابته فرمى يج فرمى أثرم هي لسر بابتك ورقا كروني تربوشي جواب نيمو بحديث جوابته ما بقصي خم جواب نعم دبوا جواب نعم وآيات جواب نعم وآثار الصحابة جواب دبوا شيء جواب نعم فرمي باب في ذم الرأي وأهله طبعا باسي أهل رأي مانك دبوا باسي خرافي رأي مانك فرمي سئل أحمد بن حنبل عن النظر في الرأي فكرهه ونهى عنه سياري عن كل إمامي أحمد خلق دراسي كتاب كاني مذهب أهل رأي بك إمام كان أبو حنيفة فرمي بين أخوش بفرمين خير بعد دراسينك أو قد غيك قيل لأحمد بن حنبل الرجل نزلت به مسألة فلم يجد من يسأله يسأله هل الرأي قال لا أسأله هل الرأي في شيء ألبت سياريا الإمام أحمد كد بيا وقل منطقية مثلا لبيا شوشات بردمان بابتك ديتا بيشا وبوي بيوستي بوي برسيار لكسيك لو جاءش أهل رأينا بكسي كي لينيا برسيار لبكا فرمينا خير بيت شوينا برسيار لبكا شوكا با دينكي جوابي ناتو بچي جوابي ناتو بعقلي خويا عرائي خويا قال ابن مسعود إياكم وأرأيت وأرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت ولا تقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها فرمي ابن مسعود فرمي بهيت شيء وينك أرأيت أرأيت بك يعني برايتو براي من براي من براي أو براي أو براي فلان براي فلان أم قسانا مكان لدينا بل نواة آيات أو حديث أو آثار صحابة أو قسانا مكان شكا براسي واني بيش إيوة با أولا لنوشون كأرأيت أرأيت أن كدو و بي إنسانيش لو ودس بخزانك لدينك إلا أتشيك دسك بقياسات عقلي دسر بابتك باب في ذم الأهواء والبدع والتحذير من أهلها ومن كتبهم أما بابك دام رشتو بوتان لبالي ذمي تشي وأهواء يعني هوا أرزي خلقي آرائي خلقي بنورائي خلقي وبدع داهنا نكانيان وهوش داردان لبالي أهل بدعو لا كتاب كانيشا فرمي حديثك ينا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديثك ضعيفة فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لكل أمة آفة وآفة أمتي الأهواء هم أمتك بلايك آفاتك هي آفات أمتك من هو آرز وكان طبعا بدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشينا يبردو وضلالة وفي النار ترى بس أبوي كملينا ما آفاته يعني معناه حديثك صحيحة ابتداء آفات لدين إنسانة كرويتيك صافية كابوي نايه ليتو وريك يريلي وإنسان بيها قادر بابتداعنك على دينك بويا لفرموديكي ترى فرمي وإياكم ومبتدع دور بالله ويكداهن أنا شو كآفات باش أنا فرمي عن محمد بن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن الإسناء يسأل عن الإسناء إسناد الحديث وما يسأل عن إسناد الحديث حتى وقعت الفتنة فسئل عن إسناد الحديث لينظر من كان من أهل السنة ليأخذ حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك حديثه فرمي إمامي ابن سيرين فرمي لرابردوه يعني لسردمي الصحابة كان خلق برسياري سنادينا أكرت كحديثي كيبوها وليا أكرت كأيزاني صحابة بيوتوه سردمي صحابة
بويا برسياري اسنادي أن ناكل لبري الصحابة هم عدل بو لدواي جيلي صحابة خلقانك بيا بو عدل نبون ابتداع دروز بو فسخ وفجر دروز بو أو بابتانا فرمي لدواي در برسياري سندي أناك توم حديثه لك يا بيستوان جاء فرمي كه برسياري سندي أناك تماشا أناك سندك أهلي قمرائي تيابوا أو سندين رتا كرده حديثان ورناقر سندك جهلي قمرائي تيابوا أهلي سقبوا أهموي وريانا قرد سامة شيت بيالي با حديثي رسول الله عجبه با آياتي جبه ما دام مبتدعك وقمرائك بيطلق جوي ليه ما قرأ ما هو تبيالي ابن سيرين وعفر يترى قرمتون ربية أما دين تيك دانا طبعا واحدة بيه كان زور رقيا لن بابتي حسام قسي ابن سيرين لصحيح مسلم جاءاته لمقدمة كيا زور لسري شير وعماء مسلم لباب حديث أحد أكتون ولي ببرين كابا شرط كابا أهل سنة به عدل به تدع قمران به انجا حديثي لي ورقلي واحدة بيه قال انا كوري للشيطان يشي ورقلا ابو هريرة حقي للشيطان يشي ورقلتوا اخر حاليا ان اواي لي هاتوا لبروا يا مشتري الشيطان ورقلي انترزوا الا ان دعوتكم فاستجبتم لدي جواب دعوة كيبي ان اواتوا دعي كوتوا ابو الشيبي خو ابو هريرة سكي ورقلت لبروا ولي نقر شيطان بيوتوا لبروا ولي قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اوا راستا طاوا ولي نقل ابو الشيطان خو قال حرب قال أحمد لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعة ويخاصم عليها إمام أحمد فرمي بهيت شيء شهادة قدرية كان ورافضة كان ورناقير شيء هركس يكيش خلق بانك أبو بدعة ياخد بربركاني خلقي بكال سر بدعك أو الشهادة ورناقير كانت ليس بدعي مغلطة معناه ككفرية وكو بدعي قدري ورافضة كان أما راسته وخو شهادة يعني ورناقير هندي كيكش معناه بدعة كان مغلظانية مكفرانية مفسقية بلام داعين بو هو بدعة مجادلا لسره بدعة سريخا بشتوانية كان أواني جو شهاديان لورناك ليو وازيان لي قال حرب حدثنا أبو بكر حدثنا يعلى عن طلحة بن عمر ابن عمر قال لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب فرمي طلحي كوري عمري كوري عاص فرميتي بهيت شوي لقل أهلي بدعة دامانيشن لقل أهلي بدعة وقمرأي دامانيشن بو فرمي لهم عرة كعرة الجرب فرمي لبروية معنى وكو بابلين جرب وان جرب چية أجلك ميرويك جورة ميرويك چية تجير بيستي تو نايبيني يقداني باشا وكالي عرا يعني قراداني لنا وضلطا وكوشونا وقراداني أم كسرقية كانت لنا أوبيستي تويا بوخوي بوبيستي تويا أروال لمدته يزور كما أقري يك دنيا قراداني لنا أوبيستتا يتبدو أي لسر بيستكد لشيوي دلوق بقلوب بلين بلقي السورة وردور دركوي أنجا خراني داس بيكا حتى أي بيت سر قراكي ولا أبي هر أبي بيخريني أو الله يبانو كجربوان أما هل بيدعو قمرائي كتولا قال يان داني ششتي خات الضلطة ويتلي وناقري حتى وكتاسر كفر أو با أو بابتك إلي ري جاوالي خلق علي أبي تو بي قبولي كيمن لقال كافرش داني شم ليك جيغا شابين هموش بان بيك و لو جيغا بي من بوت ري مشرع كان لدزقاي تشريعية لبي داني شين بيك ترمان قبول بي لبي كما دفاعك خوي خوي هتا برين بي لرقاكي او ناتواني دفاع بكي لرقاكي خود اما لو ورا اتشين الرقاكي او انجا دفاعك لرقاكي خوامان اشتوابه كفر قبولك انجا دفاع لإسلامك اشتوابه هابه قال حرب حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا هشام قال كان الحسن ومحمد يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تسمعوا منهم حسن بصري بن سيرين أنفربو بهيت شيء ولا قلب دعتي وقم راوس اللي شيء كان دائما يشان وهيت شتيكي شان لي ور مقر نو جان لي مقر قال حرب سألت إسحاق عن لعن أهل البدع فقال يستوجبون اللعنة سيارم لا إسحاق كوري راهو يكد إمام حرب فرمي لباري لعنة كردن لا وانويك بدعكيان مكفر يا دروسة فرمي بليه بله حقي خويتي لعنتي عليك
قال حرب ابن إسماعيل سألت إسحاق بن راهوية قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر قال يرمي به قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع قال لا قطع عليه قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو البدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقه أو مزيقه قال ليس عليك شيء تماشاك فرمي برسيارم كلا إمام إسحاق كوري راهوية وتنبيارك مان هي كتابك هي بيرو راكاني جهمي تيا هي قدري تيا باشا كسيكي كدي اللي هدزي دعاي خيانات وسيرك أو بيرو راياني تيا آية فريب دا آية تشيليكا فرمي فريدا وتم أي أجر بيش أوي بي بالي بوي بسوتيني أخذ بوي فريب دا هيج تاوان باربيا يعني بدز دان دي دس يبري فرمينا خير دس ينابري بدز نابري بدز دان دي يعني كتابي أهلي بدعة كبدعيت يا بيتزي وبيبي بيسوتيني يا فريبي توتزيونا كله تو فرمانه بچاكه کردو قدا غيبي دعت کردو ابو شوي ان جا فرمي لي ام برسيه باشا كسي كمانه كتبي هي راي ارجائتي اي قدريتي اي بدعيتي باشا من باستعاره لا يعني فاستعرته منه يعني باستعاره لا يعني مالن بمر بابي خير من جماعتي دوايك اكاد دسمو اي سوتين ام اي درين ما اي شم لسره فرمي شل اسمي كتبي هذه بدع بها تعاملي لقلك كعلم كلامي تيا علم فلسفي تيا علم بدعي تيا بها تعاملي لقلك أمر والله بربي خوي أنا زورت شاك شايك تيا بالي باشا أنا فرمي عن خويل قال دخلنا على يونس بن عبيدة قال فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن حلقة عمر بن عبيد وابنك قد دخل عليه قبل قال ابني قال نعم فتغيض يونس فبين نحن كذلك إذ جاء ابن يونس قال يا بني قد عرفت رأيي في عمر ابن عبيد وأنت تدخل عليه قال يا أبا إنما كنت مع فلان فاعتذر إليه فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة والشرب الخمر والله لأن تلقى الله بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمر بن عبيد وأصحاب عمر فرمي خويل شين بولا يونس كوري عبيد بيعبقها بولا يوتي أي يونس كوري عبيد تو قد غي يما أكيك بچين حلقي عمري كوري عبيد وكجي سيلكين كوراكي خود لبيبوا تي كوراكي منو تي بالا فرمي واني بيانا شو كوراكي هات وتي كرم توسور أزاني من شي متوى لباري عمري كوري عبيدة وكاوسر قوري معتزيلة كان بو وقدريبو بو چيتا تمجلسي وفرمي باوكي جان والله لقال فلانا كسابو ما اوچوتا مجلسك وإقنا من بو مجلسي ونرشتو عزري خوي بو هنا انجا فرمي كوراكم قد غي زينا ودزي ومشروب خواردنا من ليخر دوي بلام والله بدبين بوانا وبقريتو بولاي الله بيان باشترا لوي كبراي عمري كوري عبيدو هاولا كان يوبيتو يعني ببيدعوكم رأيو تو يونسي كوري عبيد قوله تابعي جوان ديارة وأوش بابت يكيترين كاري لنا أكله تو توشي تاواني قوله بباشترا لوي توشي بدعبي قال حرب سمعت أحمد وذكر شعيب بن سهل قاضي بغداد فقال أخزاه الله وهو يرى رأي جهم حرب فرمي جمل إمام أحمد بباسي شعيب كوري سهل يعني بوكر كقاضي بغابو كاتي خوي وأفرمي لسلبي رأي جهمي كوري صفوان بو لما سألي قرآن القرآن مخلوقة فنفرمي الله رسوائك قال بروي لسن رأي جهمي كوري صفوان طبعا أما أجيت قالبي ويكباس غيبتي كسي أهلي بدعبك دروس بيشكيني وقسشي بيبلي بغيبت بوت حساب ناكل طبعا قاضي بولا سردمي معتصم بالله حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال لنا طاووس أخزو معبدا سفيان الثوري جرت وفرمي عمري كوري دينار فرمي إمامي طاووس تلبي ابن عباس بإما يود معبدي جوهاني رصواب كان زليلي كان يعني قسيلة سر كان بيشكي أنا نحاي برن باكز قيلي أنا قريبهم كزلي دور كيوتو بدعي فيرنا بيوكشيتا جهنم شكان دني أهلي بدعا باراستني خلقية لتونا جهنم
قال حرب سمعت أبا عبد الله يقول كان عبد الوارث التنوري صالحا في الحديث وكان رأي رأي سوء يريد كان مفتولا بعمر ابن عبيد. فالمجوم لابو إمام أحمد رحمة الله إليه بيفرمو عبد الوارث التنوري بيعبكي صالح بو الحديث جران وحافظ بو حديث زول بر بو حديث زول يجران بلا من راكاني راي خراب بو لبروي هل خلطابو بعمري كوري عبيد بو وقدري ومعتزلا بو حديث يان وازلي هنا الحديث يان ليورمك. قال أبو محمد ومبستي حربة حدثني أبو معن قال سمعت حجاج بن منهل قال كان حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر ابن المفضل وبشر بن المفضل وعدة من أصحاب الحديث في جنازة فقالوا لحماد امضي بنا نسأل عبد الوارث أما بلغنا عنه. فقال حماد لا أجيء. فقال فذهب عدة من هؤلاء فدخلوا عليه فقالوا يا أبا عبيد بلغنا أنك قلت إن عمرو بن عبيد أفقه من علقمة وأسود. قال لو كنت قلت إنه أفقه من صاحبهما لصدقت. تمام شاك فرمي حجاج كري من هال فرمي حمادي كري زيد ويزيد كري زريع وبشري كري مفضل وكومل يكيزور لك لأصحاب حديث يعني لزانان أهل حديث. فرمي بحمادي أن فرمو بابرين بولاي عبد الوارث فيما انقشتوه كاما أما راي باشا لباري عمري كري عبيده وبفقيه أزاني وبشارزة أزاني. فرمي حماد فرمي نام لقلتان ومبتدي عقم رايا فرمي أو جماعتا روشتن يزيد كري زريع وبشري كري مفضل وكومل كتل الله لحديث بولاي شون بولاي ويت يعني يا أبو عبيد فيما انقشتوه بعبد الوارث يعني أبو عبيدي عبد الوارث فيما انقشتوه تو وتوتا عمري كري عبيد زيركترا فقهترا لدينا لعلقمو أسود تلبي بن مسعود فرمي أميش فرمي لعنتي الله إلي به أقرب لهم لعبد الله كري مسعود إيش فقهترا بيكاوما راس تموتو هربوا يتر عبد الوارث حزا كمزان خوي قورا محدث بو هربوا يتر هجر كرا وحديثي لي ورنجينا. قال أبو معن سمعت الناس يقولون كان عبد الوارث لا يجمع فرمي عبد الوارث كابراهيم قمرابو قدريبو نأشوف جمعة لبش ده لي سنة شو كبه لي سنة والجبري بشه لا أخيره طبعا أما قدار بقى كسيك يا أهلي سنة بو باسك ريالين فلان الرأي وتوه نقلي كذو لإمامي أحمد ولإمامك يا أهلي سنة ولا كابراهيم جاهل أما زول لسلك كسيك مبتدعه قمراش بابا سكريا وليه حافظة ومهمة وقورية وزانايا وامزول لسريك هيتش كم ترنا بالعبد الوارث. قال أبو معن حدثني من سمع عبد الصمد ابن عبد الوارث يقول أتيت هشام الدستوائي قال ابن من أنت؟ قلت ابن عبد الوارث. قال أنت معتزلي صغير. فرمي جمل عبد الصمد كري عبد الوارث بفرمي هاتم بولاي هشام دستوائي قورة تابعي زانا محدث فرمي بيوتم كري كي بيوتم كري عبد الوارث فرمي كواتتو معتزلية كي بشوكي انتو اجل سر بيرو رايا واني ابو الشيو. قال حرب سمعت محمد ابن أبي بكر يقول كان سفيان ابن حبيب يحب المعتزلة قال وكان عبد الوارث أشد وأشد. قلت فعبد الصمد قال كان ينافق كان يظهر لأهل السنة أنه منهم وللأهواء أنه منهم باسي وحده ويكانك. حربي كلمانية فرمي جملة محمد كري بكر بوي فرمو سفياني كري حبيب كابراك بو معتزل كاني خوش يويس بس عبد الوارث لو خراب تربو نقهر خوش يويسن بولكو شوب يسر مذهب يعني. أفرمي تمي عبد الصمد فرمي أو منافق بو بچي هاو بولاي أهلي سنة واخوي بيشاني ألوان أشوب بولاي قدرية كان واخوي بيشاني ألوان يسا كومالك هانا شعليا كان بيني ببلوان يتلا أهلي سنة ببلوان شتا حزبيا كان ببلوان شتا مدخلية كان ببلوان لا يهموي كوا بيته وكو إمامي أو زعفر من ذاك رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. سمعت أبا معنى يقول كان عبد الوارث التنوري
وأبو علي الأسوري وعباد ابن صهيب الكلبي وبشر ابن إبراهيم الأنصاري وعبد الواحد ابن يزيد ابن زيد وحمزة ابن النجيح وسفيان ابن حبيب ومهدي ابن هلال وصالح ابن عمرو وعثمان البري وخليل ابن مرة وعمر، كل هؤلاء يرون القدر ويتهمونه، نسأل الله عافية. فرمي أبو معن أمنا واني همي هنا عبد الوارث وأبو علي الأسوري وعبادي كوري صهيب كلبي وبشري كوري إبراهيمي أنصاري ومعنا فرمي هر هميان قدريبون بيروان لسر قدريبون لقال عمري كوري عبيدة. فرمي دواكين لالله إما بفارزي وكوان معن لنا، يعني ناوي هنا تبديع شي كردن ترنيوت أو غيبة أو زمو جون وابي ويو خريكي واني اشتي واماني. وحدثنا أحمد قال حدثنا هشام ابن القاسم قال حدثنا محمد بن طلحة عن سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه، ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا، فلما أتته الكتب من الآفاق قال سمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا؟ سلمي كري كهيل فرمي ذيري كري عبد الله همداني وصف إرجاء يكرد رقي لي بويا كم جار أيوة ترسم خلق بك بدين ولا سري برواب لن بلان كوما لك تيبي بوها ولا سري إرجاء فلسفي خوين ديو دواتر وتي والا خو دين هروي عاروي هل يرجع إرجاء ديني حق ترو بدعوي بوك بلو. سمعت أحمد يقول كان أبو لبيد يرى القدر وكان صالح الحديث. فرمي إمامي أحمد باسي أبو لبيد يكرد أبو لبيد فرمي ودي فرمي كابري هيك قدريبو بلام لحديث صالح أبو بلام لبر قدري كي حديث يعني لورنا كم محدث يجبو. حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة ابن الحكم قال كان يحيى ابن الجزار يغلو يعني في التشيع، يعني أنا كان لتشيع شاغولي أنهبو وكي يحيى كوري جزار حديث يعني لورنا جيلاو وخلق هوش داري لباري أنا وداه سامرو بلاي فلانا كذا عقيدتي كخوي عقيدتي خوي لو تاريا للدرس على كتابي بيان كردو وخلق هارا بليو لبوالي هو عقيدتي هو خوي اللي هو عقيدة ما لبوالي نابي بيلي كابراها توا علي الدنقبن با علمانيا كان دنقبن با إسلامية كان كيشمانية هم يدرسة تقول ما عقيدي علمانية شكا علمان بيه باشا دنقبن بيه بدري علي والله ما تو بو واي بي علي ايخو خويلة من عقيدة موايا اما نم بيه باشا بجري علي تو بو واي بي علي. قال أبو عبد الله إبراهيم بن الطهمان صالح الحديث وأثنى عليه ولكنه كان يتكلم في الإرجاء. طبعا إبراهيم كوري الطهمان سرتات وزقي إرجاء إتياد وأي توباكا فرمي حديثي باشي لبربو حديث بو بلام هندق إرجائها بو. قال بشر بن مهاجر يقولون كان مرجئا ولكنه صالح الحديث ما هل لبارين إبراهيم كوري الطهمان فرمي أنا إرجاء إتياد بو بلام حديثي باشي. قال أبو محمد وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي و أبو محمد إمام حربة دارمي جو إمام دارمي قال يقولون كان حماد وذر وعمر بن ذر وعمر بن ذر يقولون بالإرجاء ويغلون فيه، وكان أبو حنيفة يقول به ويغلو، وكان مسعر يقول به، وكان بذاك الغالي، وكان علقمة بن مرثد وقيس بن مسلم وعمر بن مرة يقولون بالإرجاء ولا يفرطون. سليرا باسي تشيكا إرجاء طبقاته. فرمي إمام دارمي فرموي حمادي كوري زيد ذري همذاني وعبد الله كوري ذري كوري عبد الله همذاني عمر كوري ذري كوري عبد الله همذاني مرجئ أبو نزور غلوي أنتياكر وأبو حنيفش بهمان شيوه ومسعريش هرب همان شيوه بلام أو زور غلوي تياناكر القمي كوري مرثد وقيسي كوري مسلم وعمري كوري مرة فرميوان مرجئ إرجاء أنتياكر بلام يتر زور مرجئ أبو يعني ما الطبقات س مرجئي باطني او كافر كراون بس امانه كمرجئي فقهاء انما انا كافر نكراون هيك يعني بلا متروي بدعك اشياء طبقاته هيان بو غالب وهيان بو كم ترغلي كردو ابو شيو هم بس كيدي. وكان عبد العزيز بن ابي رواد يقول بمكه ويفرط وكان سالم الافطس يقول بالارجاء وابراهيم التيمي كان يرى الارجاء بالكوفه وطلق ابن حبيب البصري كان يرى الارجاء أما نش يناوك هميان رأي يرجع أبوه بلام إفراط يان تيانا كذا بلام إبراهيم التيمي وأبزام الأخير التمانية تا
توبك. وسئل أبو عبد الله عن علي بن يزيد بن زيد قال قد روى الناس عنه. قلت يا أبا عبد الله أليس كان يتشيع؟ قال نعم شديدا كان كان يغلي يا أبا يغلو بيه. وكذلك عمار الدهني كان يغلي يجهر أبا يغلي يعني أبا يغلو بيه. ويونس بن شباب كان أشدهم. كان في البرسيار لا أبو عبد الله كلا باركه علي كوري يزيد وفرمي تشيعيت يا أبو وطن نجبت يا عماري دوها نجبة همانشي وتشيعيت يا أبو طن نجبت يا شبابي كوري يونسي كوري شبابي جبه همانشي وهم يان طنبون لا شيعة فرمي وتم خلقي حديثي لجراته وفرمي دينا أبو أبي أنا طنن لا تشيع. طبعا تشيع عليهم بس يوي الزور شيعي علي بن بشيوي كعليان بيا شخص بسر عثمان بس تشيعي رافضني دوان زي ما موانا. وسمعت أبا وهب عن ابن مبارك ذكر يوما أبا حنيفة فقال لقد كان يتيما في الحديث. ذمي أبو حنيفة ابن مبارك فرمي لحديثا هتيبو هيتي لنا أزاني. حدثنا أبو قدامة قال سمعت سلمة بن سليمان قال قال رجل لابن مبارك إن كان أبو حنيفة عالما بالحديث قال ما كان خليقا لذلك ترك نافعا وروى عن أبي العطوف. فرمي وثمان با وثيان با عبد الله يكون مبارك أبو حنيفة عالم حديث فرمينا والله بشيويق بأقابو لحديث ولا راوية كاني حديث يجرايا ولا أبي عطوفة ككابرائك مشتوب خوري بأقاي سرخوش بو بلام حديثنا يجرايا ولا نافعه نافعي مولاي ابن عمر يعني وانزي له يناجو كابرائيت. قال أحمد عمر ابن مرة تكلم في الإرجاء في آخر أمره عمري كوري مركا أكي أبو العلماء حديث إمام أحمد فرمي لآخر تمني وبوب مرجي أبو حديثي لسر إرجاء لي ورمقل. قلت لي أحمد الحسن بن صالح كيف حديثه؟ قال ما له ما أحسن حديثه ووثقه ثم قال يقال أنه يتشيع. قال قد كان لباري حسن كوري صالح ولا بيشوار روشتين كان رأي خوارجي شهبوا ترحمي لسر إمام عثمان ناكر و بي باش وش باش مشير درتي و كوتشون فرمي كان يا رسيف لي راه فرمي دو اي تشيع ايتياب و قلنا اخو حديثي باش كراتو بلا مو تشيع ايتياب. سمعت ابا معنى قال كان سفيان بن حبيب قدريه سفيان كوري حبيب فرمي كابراكي قدري بو هوش داري لبارود. انا ايوب قال راني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال الم ارك مع طلق لا تجالسنه. وقال ما أدركت بالبصرة رجلا كان أبر بوالديه منه ولا أعبد منه. تلقي كري حبيب مرجئة فرمي السفياني سعيد كري جبير مني بيني لغاليا أيوبي سخستياني جارتوا فرمي بيني لغاليا وعجارك تدنو بينم لغاليا دابني شي فرمي لكاته كامن لبصرة كسم نديبو بقر تلقي كري حبيب باش بلقال دايكو باوي كتشي هجري عن كردو. قال حرب قلت لأحمد بن سعيد مالك لما ترك حديث عكرمة؟ قال لي رأيه. قلت وما رأيه؟ قال شبه كلام الخوارج فأما الكذاب فمعاذ الله. فرمي برسيارم كل إمامي أحمد إمامي حرب أحمد كوري سعيد بوشي إمامي مالك حديث لعكرمة نقراته. فرمي لبرا كاني طبعا خوارج نبو إمام عكرمة خوارج نبو رونة تلبي ابن عباس بلان باسي ظلمي بني أمية كرت. فرمي بو حديثي لأن جراته فرمي لبرا كاني فرمي وتم راكاني شيب وفرمي تقريبا ها هاوشي ويقصي خوارج يكرت شو كاعين قصي دجي بني أمية كرت بلان بلاي عكرمة درويها بولا حديث أشتي وانية معاذ الله. قال حرب سألت أحمد بن عثمان بن أبي اليقظان قال هو عثمان بن عمير عن عثمان بن فلما سألت أحمد عن عثمان أبي اليقظان قال هو عثمان بن عمير روى عنه شريق وسفيان وروى أحاديث منكرة وكان فيه تشيع. فلما برسيار من الإمام أحمد كلا باري عثمان كري أبي اليقظان وفرمي عثمان كري عمير كشريق وسفيان سفيان ثوري حديث عن لجراته بلام حديث كان منكرة هموي لبروي كابلاك الشيعة
يعني ورنا عقيلة. قال حرب: وسألت أحمد عن قتادة فلم يصرح، ولكنه يذهب إلى أنه كان يرى القدر. قال: وعامة أصحاب الحسن وهمام وهشام كل هؤلاء يضعفون في القدر. فلم برسالة الإمام أحمد كل باري قتادة. قتادة ما ويق أي فرموش شر شر عبد أشياء لي أبجيري الله مشيئتي نيا عبد علي بجيري بس عبد خوي بمشيئتي خوي علي بجيري ما ويك أعود بس لمشيئة بس لمسألة شريشة ما ويك أعود دعاية توبيل ثابت بو فرمي هندي قال لي ثابت نبو بلام وابزام لي ثابت بو أفرمي وتفرمي إمامي أحمد تصريحنا وبلا من قدري بهيت شيء بلام ألم قدري لي بين راو و هندق للتلبك يعني حسن يعني حسن بصري همام وهشام وأوانا هميا لحديث بجرنا ولا قدرة حديث يعني ورنا قيل ضعيف حسابك لبروي توزع قدر يعني لابين راو سامرو السود لسياسة عيبينك شيء حديث لي ولا قليل لسياسة ولا ديمقراسي ولا كفرة قرب مسألة. حدثنا عباس قال سمعت أبا العاصمة قال نعيت زفر بن الهزيري إلى سفيان فقال الحمد لله عفانا مما ابتلى ناسا كثيرا به. فرمي ابو عاصم شون بولاي سفياني ثوري باسي كيام كرد زفري كري هزيل وتم مردوة. فرمي ودي صبا اصبا اخوة مردوة شون كان مبتدع ابو خلقي جزوري هالخلط عنده اوش هذا بابي ويك ضل خوش بيبا لنا وشوني مبتدع وقمراك ان شاء الله درسي دات وبردوان بينه الحمد لله رب العالمين.